الأندية. نعم. وبالأمس الفيفا أعلن رسمي إن القرعة يوم 5/12. ربنا يستر. ربنا يستر. ده لسه مستنيين التصنيف. توقعاتك للتصنيف، الأهلي ممكن يكون تصنيف أول ولا عشان نبقى عشان نبقى واقعيين. احتمال كبير النادي الأهلي هيكون تصنيف تالت. تالت؟ تالت طبعًا. طبعًا. هدخل معاك تحدي. بص هما لسه خلي بالك مفيش معلومة. مفيش. عن معيار لا. واحد. لا لا خالص. الفيفا تعتمد عليه مفيش. ولا حتى هنحسبها مع بعض. ولا حتى تسريبات. هنحسبها. نحسبها. أنت عندك كام فريق في أوروبا؟ 12. تمام ماشي. اكيد بنسبه كبيره جدا ممكن من ال 12 يتاخد 6 او 7 يكونوا تصنيف اول. قول نصهم يا سيدي. قول نصهم. تمام. 6. تمام. وهيتاخد فرقتين من امريكا الجنوبيه. تمام. ادي 8. دول الثمانيه للتصنيف الاول. جميل. هتخش على الثمانيه للتصنيف الثاني. بالظبط. طب انت خدت 6 من اوروبا هيتبقى 6. في فرق في اوروبا انت تصنيفك اعلى منها، يعني انت ولا بنفيكا؟ الاهلي. ما انا ما اعرفش ايه المعيار. طب اقول لك على حاجه. اتفضل. هتخش على المعيار بتاع كل نادي عمل ايه في القاره عنده. بص انا اتمنى. انا على المستوى الشخصي اتمنى. احنا بنتناقش، احنا بنحسبها مع بعض. انا بكلمك على حته ايه؟ انا بكلمك على حته اسماء الانديه اللي موجوده في البطوله. الاسماء مرعبه كتوتال. انك بتتكلم النهارده كمان يا جماعه بوكا والريفر مع يلعبوها. دول ممكن يبقوا تصنيف اول او حتى في بدايه التصنيف الثاني. تمام. بس هل ولسه انديه البرازيل، هل سالزبورج النمساوي ممكن يعدي الاهلي؟ هل ممكن بنفيكا يعدي الاهلي؟ ما تعرفش ايه المعيار. ايه المعيار؟ ايه ما تعرفوش. ودايما خلي بالك الاتحاد الدولي دايما بيدي بونص لانديه اوروبا وامريكا الجنوبيه. امور تسويقيه واعلاميه على طول. لا 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 على طول. حتى برضه نتكلم بصراحه، ليفل اللعب، مستوى اللعب في اوروبا، مستوى اللعب في اوروبا وامريكا الجنوبيه اكبر مننا بكل امانه. النادي الاهلي، النادي الاهلي بالارقام عدى اسيا. عشان نبقى واضحين مع بعض. خلاص ده امر محسوب. نبقى واضحين مع بعض كده وبنتكلم كلام واقعي ملوش دعوه يعني بالانتماءات وملوش دعوه بان احنا مصريين وغيرنا مش مصريين، لا نتكلم كلام واقعي. الكره الاسيويه في السنوات الاخيره غير قادره على منافسه اسلوب لعب النادي الاهلي عوجه التحديد. صحيح. صح. ابطال المملكه العربيه السعوديه، نتكلم على الهلال والاتحاد بكل امانه في المباريات اللي لعبناها في فجوه. بطل اوروبا ريدز، بطل فجوه العين، اليابان في فجوه. طبعا العين الاماراتي، طبعا امانه العين السنه دي مش زي العين، عشان برضه نكون واقعيين، العين السنه دي مش زي العين السنه اللي فاتت، العين حتى العين السنه دي في دوري ابطال اسيا بيعاني، ولكن في اللعب في فجوه. وبالتالي هنا انت بتروح لفين بقى؟ منافستك الاخيره مع انديه امريكا الشماليه والجنوبيه. مش كل، لا ما هو بصين. طب اقول لك على حاجه. اتفضل. بص الجنوبيه قول. عندك بالميراس، فلامينجو، فلورنسي، ريفر بليت. جميل. اوكي ادي اربعه هيعدوك عشان نبقى على الاثنين. خليك واقعي. ما بينهم اثنين تصنيف اول. خليك ماشي اوكي. يعني مثلا بنتكلم تصنيف، لا ريفر انا في وجهه نظري هيحط ريفر مثلا. ريفر هيحط، لا ريفر ريفر ويحط فلامينجو او بالميراس. بالميرس. في السنوات الاخيره في وجهه نظري محقق نتائج اكتر من فلامينجو. طيب دول تصنيف اول. طب هتروح على انديه اوروبا في تمام. تشيلسي، ريال، السيتي، البايرن، باريس سان جيرمان. هنلعبهم؟ لا ما دول تصنيف. انت لو تصنيف تاني اول مباراه هتكون مع واحد من دول. تمام اكيد طبعا اول مباراه. تمام. فانت عندك ادي خمسه اهو، بتروح بقى للسادس ممكن يكون اليوفي او الانتر او بروسيا دورتموند او اتلتيكو مدريد. كل الانديه دي برضو سابقاك في التصنيف. تمام. لا يا جماعه بنتكلم في ليفل تاني خالص. ليفل انت عارف كده بالظبط بالظبط بالظبط. انت بتتكلم كان النادي الاهلي رايح يلعب دوري ابطال اوروبا. دوري ابطال اوروبا بكل امان. عشان كده بقول لك عايزين نبقى واقعيين. الواقعيه ربما فعلا انت في المجموعه يا محمد هيبقى معاك فرقتين توب ليفل. توب ليفل يعني توب ليفل. بنتكلم على فرقتين مثلا ممكن تقف مجموعه فيها مثلا باريس سان جيرمان وريفر بليت او بوكا جونيورز. قابل بقى لو باشا. حد فيهم الاثنين في تصنيفين مختلفين. لا وحاجه ثانيه، ده لما يجي كمان يعمل التصنيف الرابع. نعم. هو هيراعي العامل الجغرافي. نعم. هيبعدك عن فرق افريقيا. صحيح. وهيبعد صح. فرق اسيا عن طبعا. فرق اسيا يعني صح. عارف صح. هيعمل معاك. توزيعه معاك. فانت في الاخر اكيد هتلعب في مجموعه من معاك ثلاث فرق. في اثنين في وجهه نظري الشخصيه، في اثنين منهم توب ليفل كوره توب اللي احنا بنشوفها في التلفزيون والبلاي ستيشن، بس احنا بنشوف الكوره دي في الجهازين دول ما بنشوفهاش بعيننا. ولو طلعت تصنيف ثالث على حسب وجهه نظرك او رؤيتك. نعم. انت ممكن تكون معاك فرقتين من اوروبا. بالظبط ما بقول لك. او واحده من اوروبا وواحده من امريكا الجنوبيه. طب الافضل ايه؟ اثنين من اوروبا ولا هيبقى فيه تغيير؟ بص الموضوع صعب فعلا. الموضوع صعب. ده احنا بنتكلم يا جماعه تيني ليفل اللعب ده احنا مش متعودين عليه يا محمد. ليفل اللعب ده صعب جدا عليه. انا بس عايز نقف عشان تبقى الناس فاهمه ان احنا النادي الاهلي ودى الكره المصريه فين؟ احنا أيوة. رايحين فين؟ خصوصا عشان برضه نبقى واقعيين، احنا بنتكلم ان منتخباتنا الناشئين بقى لنا فتره، منتخبات الناشئين
والشباب المنتخب الاولمبي طبعا بكل امانه عملوا اعجاز في الاولمبياد الاخير بالوصول للشابو ليهم للسيمي فاينال وشابو لميكالي. بس احنا بكل امانه القماشه عندنا، القماشه عندنا اللمبه الحمراء منوره. طيب قبل ما نروح لجزء المنتخبات عشان اختم جزئيه الاهلي، لان اكيد من الاهلي عطل عن الراجل. القرعه انا في وجهه نظري احنا مع اثنين، مع فرقتين توب ليفل، الفرقه الرابعه في المجموعه اتمنى تكون من اوقيانوسيا، اتمنى بحيث يبقى عندنا او حتى امريكا الشماليه من انديه امريكا نفسها، بس بعيدا عن مش عايزين نلعب ميسي عشان مش عايزين يعني ميسي في الملعب. انت ممكن تكون في مجموعه انتر ميامي؟ ممكن. كل شيء ممكن طالما انت ما عندكش معايير. خلي بالك لو الفيفا قبل 5 ديسمبر يدينا مؤشر لسه ايه هي المعايير، هنبدا نشوف بقى ونعمل الحسابات دي. النشرات اللي بيبعتها دايما الاتحادات والانديه لسه ما جاش ناحيه، ما فيش اي معايير هو اتكلم عليها. وبالتالي احنا لازم نحضر نفسنا لبنقول ايه ورست كيس سيناريو او اسوا سيناريو ممكن يحصل لك. انت اسوا حاجه ممكن تحصل لك انك هتقع مع فرقتين توب ليفل وتقع مع فريق متوسط اللي هو الفريق الرابع، بحيث انك تلعب معاه هيبقى هدفك في ماتشين توب ليفل تعادل انك عايز تكسب ماتش منهم تكسب عشان ماتش او تتعادل عشان تقدر تلحق بدور ال 16. لان يا جماعه بكل امانه، يا جماعه بصوا بكل امانه ان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي، النادي الاهلي تاهله لدور ال 16 في البطوله دي، ده في وجهه نظري يبقى واحد من اعظم من اعظم الانجازات في تاريخ الكره المصريه. دور ال 16 طبعا انك تصعد من مجموعه فيها فرقتين توب ليفل، مثلا بقول مثلا معاك في مجموعتك مثلا باريس سان جيرمان وريفر بليت مثلا يعني، وانك تتاهل على حساب حد من الاثنين دول لدور ال 16، ده في وجهه نظري الشخصيه هيبقى واحد من اعظم من اعظم انجازات الكره المصريه. وتخيل ممكن تبقى تاني في المجموعه وتروح تلعب السيتي مثلا او الريال.